التالية إليكم نشرة الأخبار. الوحدة الثالثة والأخيرة من الحرس الوطني تعود إلى أرض الوطن بعد مشاركتها في قوة حفظ السلام الأممية بالكوت ديفوار. اختتام النسخة السادسة من مهرجان تير الزمور الثقافي في مقاطعة بيرمغرين. في ملف النشرة لهذه الليلة ستتابعون النظافة العامة، الحاجة للمواصلة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، نبدأ نشرتنا ببريد رئيس الجمهورية، حيث تلقى الرئيس العراقي السيد فؤاد معصوم رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز الرئيس الدوري لجامعة الدول العربية. جرى ذلك خلال استقبال خاص به الرئيس العراقي اليوم سفيرنا في بغداد السيد سيداتي والشيخ ول أحمد عيشة. وخلال اللقاء شهد الرئيس فؤاد معصوم بمتانة العلاقات الموريتانية العراقية، مثمنا حرص فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد ول عبد العزيز على توطيد الأواصر العربية وخدمة الأمن والسلام العالميين. وصلت مساء اليوم إلى أرض الوطن وحدة الشرطة المشكلة التابعة لقيادة الحرس الوطني قادمة من جمهورية ساحل العاج، وتعتبر هذه الوحدة هي الأخيرة من أصل ثلاث وحدات من الحرس شاركت تحت العلم الموريتاني ضمن القوات الأممية التي تدخلت لحفظ السلام في جمهورية ساحل العاج. بمدرج مطار نواكشوط الدولي أم التونسي حطت هذه الطائرة التي وصلت في رحلة خاصة تحمل على متنها آخر وحدة من الحرس الوطني التي شاركت ضمن وحدات موريتانية من الشرطة المشكلة في عمليات حفظ السلام ونشر الأمن والاستقرار في جمهورية ساحل العاج. كان في استقبال هذه القوة العسكرية عند سلم الطائرة وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمد ول عبد الله رفقة قائد أركان الحرس الوطني اللواء مصغر والسيدي وعدد من القادة العسكريين التابعين لقيادة الحرس الوطني. وقد أكملت هذه الوحدة مهمتها الأممية بتميز لافت عكس روح الوطنية واللياقة البدنية التي تتحلى بها قواتنا العسكرية على أرض الوطن وفي الميادين الدولية. تعتبر هذه الوحدة التي نحن الآن بصدد استقبالها ثالث وحدة ضمن الشراكة ما بين موريتانيا والأمم المتحدة. وهذه الوحدات تقوم أساسا بخمسة نقاط رئيسة: تأمين الأشخاص والممتلكات، تأمين منشآت الأمم المتحدة، تكوين الشرطة وقوات الأمن الإيفوارية، ينضاف إلى ذلك بعض المهام الأخرى التي توكل إليها من حين لآخر. هذه الوحدة عددها 140 فردا بالإضافة إلى ما تملك من وسائل، وهذا إذا ما نظرنا إلى وحدات الشرطة المشكلة الموجودة الآن في بانجي وغيرها نجد أن موريتانيا أصبحت دولة لها يحسب لها حسابها في مجال السلام العالمي. وسط هذه المراسيم الاحتفالية أكدت قيادة الحرس الوطني أن جميع أفراد هذه الوحدة وصلوا في ظروف صحية جيدة محملين بأوسمة شرف وشهادات تقدير نالوها باستحقاق وجدارة بالمسؤولية التامة التي تحلوا بها طيلة مهمتهم الأممية التي بدأت في مطلع العام 2014 والتي تتمثل أساسا في مساندة القوات الدولية ودعم ساحل عاج حكومة وشعبا على استتباب الأمن والاستقرار. بدأت قافلة شبكة النساء البرلمانيات الموريتانية أعمالها يوم أمس من مقاطعة وادناغا بولاية ترارزا، وستجوب هذه القافلة التحسيسية التي تهدف إلى التعريف بحقوق المرأة وضرورة مشاركتها في العملية التنموية ولايات ترارزا والبراكنا وغورغول وكذلك جيديماغا. تهدف الحملة التحسيسية التي تقوم بها شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات في ترارس لبراكنا غورغول وجيديماغا إلى توعية المرأة الموريتانية للدفاع عن حقوقها وكذلك القيام بواجباتها في كل المجالات. السيدة مريم باباسي
رئيسة شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات، أشارت إلى أن هذه الحملة التحسيسية تأتي لمساعدة أخواتها للحصول على حقوقهن في مجالات عدة، خاصة في الملكية العقارية وكذلك المساهمة في المجال السياسي. وهذا هو سبب هذه القافلة، تقول السيدة مريم باباسي. وأضافت على المرأة الموريتانية أن تعمل من أجل حقوقها بالاعتماد على الشريعة الإسلامية. وكانت المرحلة الأولى من نشاطات قافلة نساء البرلمانيات قد انطلقت من مقاطعة وادي الناقة بولاية طرابلس. بالنسبة لهذه المشاركة نختاروا العليات وتوعد وواعيات هما على حقوقهم، دائما اللي تشوفوا يخلق بالمشاركة. وهذا الإخوة جزاهم الله خيرا، عاد عتنتهم كاملة تعرف عن المشاركة، عاد مهمة وعاد لا بد منها، وعاطين ذيك الأولوية ذيك المشاركة، غير بالمزات مالي لا محدودة عند النساء من رؤوسهم بهم ما فاتوا، عادوا هما تهامهم قاعدات يحانوا لين يجي الزرق، والله يجون انتخابات هما لا يعيط لهم ياك ابن الخيام، والله يعدل، والله يصوتوا، وفي النهاية صوتوا ياك يديروا حد من الإخوة، ما هذا مشكلة يا غير الإخوة إلى جاوع يوم للعليات منين يجعدوا أحسن، لكن لا يعدلوا لا من تسير ولا يبرزوا هما لين يفوتوا يبرزوا يتحملوا هاي المسؤوليات، يأكدوا عنهم أهلا ذيك المسؤولية، ومشاركتهم في نفس الوقت ضرورية بهم هم نصف مجتمع، وفرض عليهم عادوا شريك في هاي التنمية يعودوا، وهذا هو اللي ندورهم يعاو عليه، ندورهم يعاو على هاي الحقوق. كل المداخلات في هذه اللقاءات التحسيسية ركزت على تجاوز الأراضيل التي تقف أمام نجاح المرأة الموريتانية، وكذلك العمل من أجل تحسين ظروف الفئات الهشة خاصة نساء الأرياف. والإشارة فإن المرحلة الأولى من قافلة الحملة التحسيسية لشبكة نساء البرلمانيات الموريتانيات تميزت بتقديم أدلة ثابتة من أجل ترقية الملكية العقارية لصالح حقوق المرأة في موريتانيا. إلى ولاية تيرزمور، حيث اختتمت الليلة البارحة في مقاطعة بيرمغرين النسخة السادسة من المهرجان الثقافي للولاية، وقد شارك في هذا المهرجان شاركت فيه فرق من مختلف مقاطعة ولاية تيرزمور. ويعتبر المهرجان فضاء ثقافيا لتبادل المهارات والمعارف والتجارب. تعددت العروض واختلفت في النسخة السادسة من الأيام الثقافية لولاية تيرزمور المنظمة هذه السنة في مقاطعة بيرمغرين، واحتدم التنافس طيلة يومين كاملين بين الفرق الشبابية الفنية والرياضية الممثلة لمقاطعات الولاية الثلاث زولات وفديرك بيرمغرين، وشملت مجالات التنافس حفظ وتجويد القرآن الكريم والشعر الشعبي والمسرح والفولكلور والأدوار الغنائية وكرة القدم والألعاب التقليدية، فيما أنعشت فرق مديحية محلية وفنانون جوانب من هذه التظاهرة الفنية والثقافية التي أبرزت للحضور مواهب جديدة لشباب الولاية وقدرته الفائقة على الإبداع ومستواه الفكري والثقافي. إن الأهمية التي يعطي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز لدور الشباب في معركة بناء لا ينكرها إلا مكابر. موريتانيا اليوم بعد عقود من الاستقلال تعبر من زمن إلى آخر، الشباب هو الذي بدأ يتبوأ المراكز المتقدمة من قيادة هذا البلد. أخطر ما يمكن أن يواجهه المواطنون هو الاستهانة بالتأثير الأمني عندما تكون هناك قضايا ثورة، عدم السعي للسيطرة عليها قد يخرجها من تحت السيطرة، وبالتالي فإننا عندما نقول دور الشباب في التنمية وفي الأمن فإننا نعني حقا ذلك. فعلى الشباب أن يكون دائما متمسكا باستقرار الوطن، بوحدة الوطن، بأمنه، بطمأنينة الساكنة. واختتمت هذه الأيام بتوزيع جوائز على الفرق الشبابية التي تميزت طيلة التظاهرة المنظمة سنويا، والتي عبر الشباب عن ارتياحهم للمشاركة فيها. بما أنه هو مهرجان تيرزمور جامعنا مع أخوتنا وأحبابنا وتعارفنا، كانت مشاركة الزوالات الحمد لله مشاركة بناء قيمة تمثلت في المسرح وفي الكلور، وكانت الحمد لله مشاركة في الصميم.
وتنظم هذه التظاهرات السنوية بشكل دوري في مقاطعات الولاية لنفض الغبار عن مخزونها الثقافي وموروثها الحضاري. هكذا شكلت الأيام الثقافية في مقاطعة برمقراين فرصة للاحتكاك وتبادل التجارب بين مختلف شباب ولاية تير زمور ليضرب موعدا سنويا جديد، وهذه المرة في مقاطعة فديرك. سيد أحمد البوكارسيرة، برمقراين، الموريتانية. من المجال الثقافي في برمقراين إلى السياحة، في هذه المقاطعة التي شهدت خلال السنوات الأخيرة إقامة العديد من المنشآت والبنى التحتية السياحية من طرف الدولة وبمبادرات من ساكنة المدينة، نتابع. يشكل القطاع السياحي بشكل عام موردا اقتصاديا مهما لدوره في استقطاب السياح الوطنيين والأجانب، غير أن غياب المنشآت في مدينة برمقراين بشكل خاص شكل لعقود من الزمن عائقا أساسيا أمام تطوير القطاع على مستوى المقاطعة رغم ما تتوفر عليه من مخزون سياحي. وإدراكا لهذا الواقع جاء تشييد نزول إقامة زمور للإسهام في تطوير هذا القطاع على مستوى برمقراين وتوفير خدمات ملائمة لزوار مدينة لا تزال الدور الطينية تشكل الغالبية العظمى من مساكنها. هذا المجهود السياحي مجهود كبير وعظيم، والنتيجة طبيعية للتحولات التي تشهدها المنطقة على مستوى برمقراين في الجانب السياحي. كان أصلا على مستوى برمقراين يجي السائح، والله يجي الزائر ولا أجبر مكان يعود فيه، واليوم في الحقيقة عادت هناك فندقة قادرة على استيعاب مثلا ذاك الجانب والنقص اللي كان على مستوى برمقراين، خاصة أن برمقراين اليوم يشهد تطور ملحوظ على جميع الأصعدة. نشكر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز اللي بالحقيقة عد رئاسة البرمقراين، وهذا ما هو كلام سياسة ولا هو كلام تطبيل، لكنها حقيقة ثابتة. اليوم حد شاه برمقراين وشافه في السنوات القديمة يعرف عن هناك فارق شاسع. وساهمت الجهود التي بذلتها الحكومة بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز المتمثلة في توفير مواد البناء للسكان المدينة بأسعار تفضيلية، ساهمت في تشييد هذا النزل الذي استطاع أن يوفر لزوار المدينة موقعا للاستراحة. فندق هو معلمة معلمة عصرية تنضاف للمعالم الكبرى اللي موجودة في موريتان، واللي كان هو أول شاهد من شواهد العصرنة في برمقراين، حيث أنه جه هو الأول طورته من فكرة نزل صغار عبارة عن تيكات وعبارة عن مثلا بعض الأعريشة اللي تقليدية، مزيج بين 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 بين, بين سعاف النخيل والطين، وطورت الشهر هذا الفندق، وحتى الآن عاد مأوى للجميع، وفي نفس الوقت يقدم الخدمات الفندقية للمواطنين بتكلفة أيضا رمزية. وكانت مقاطعة برمقراين قد استطاعت هذه السنة جلب أعداد كبيرة من المنمين والسياح بفضل مرائها الخصبة ومناظرها الأخاذة وجوها الآسر. عقد حزب الكتل الموريتانية حكم مؤتمره التأسيسي ليلة البارحة بدار الشباب القديمة في نواكشوط تحت شعار برنامج متكامل ورؤية ثاقبة لرفع كل التحديات. وتناوب على منصة الخطابة عدد من أعضاء الحزب ومناصريه الذين شهدوا بأهداف حزبهم مطالبين بالعمل على تجسيدها على أرض الواقع، وأعربوا عن جاهزية الحزب للمشاركة في كل عمل يسعى إلى بناء البلد، معتبرا الحوار الجاد أنجع طريق لتجاوز الخلافات السياسية. وأكد رئيس الحزب السيد علي عبد الله في كلمة بالمناسبة أن حزبه ينتهج الوسطية في الفكر والاعتدال في الطرح. إننا في حزب الكتل الموريتانية ندرك الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا والتحديات التي تواجهها على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ونحن جاهزون. نحن جاهزون من أجل خلال مشروعنا الوطني ورؤيتنا المتكاملة للإسهام في رفع كل هذه التحديات، مستسهلين
في سبيل ذلك حجم المصاعب وعظيم التضحيات. وبناء عليه فإن الحزب يدعو وبالحاح إلى تدعيم الوحدة الوطنية، تدعيم الوحدة الوطنية من خلال الاعتماد على الموروث الديني المشترك وعوامل التاريخ والجغرافيا والتعايش والانسجام بين كافة مكونات النسيج الاجتماعي، واعتباره تنوعا ومصدر قوة وإثراء لنا. تدعيم اللامركزية الإدارية، إنني على يقين أن إشغال هذا المؤتمر الوطني العام ستطبعه روح الجدية والمسؤولية، وستتمخض عنه حزمة من القرارات والتوصيات البالغة الأهمية، والتي من بينها إقرار النصوص المنظمة للحزب وانتخاب هيئات القيادية. نظمت نقابة الصحفيين الموريتانيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين في نواكشوط دورة تكوينية حول السلامة المهنية لصالح 20 صحفيا وصحفية يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية. وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات الصحفيين وتحسيسهم على إرشادات السلامة المهنية. خلال رحلة محفوفة بالمخاطر تبحث المرأة الموريتانية عن إضفاء نظرة جمالية لبشرتها باستخدام المستحضرات التجميلية التي تعج بها أسواق العاصمة وتتعدد أنواعها وتختلف أساليب تحضيرها. هذه المواد وغيرها تحتوي غالبيتها على مواد كيميائية قد تسبب أضرار صحية تهدد حياة مستهلكيها بشكل يومي. فبعدما كانت المرأة التقليدية تعتمد في المحافظة على جمالها على المواد الطبيعية، أصبحت في الفترة الأخيرة تستخدم مساحيق التجميل التي تتكون عناصرها من مواد كيميائية دون الوعي بخطورة تلك المواد. وراني ناصحتكم يا شباب كاملين عن هذا الدهان اللي راهي فيها الخطورة، راهي لكم فيها خطورة متينة كالت أجسادكم وخسرة أموالكم. أخير لكم النيل الزين وأخير لكم تتبرموا تبرام الزين. ناس الأولى كانت أصلا تعدل التجميل من دون هذه المواد الكيماوية اللي خطيرة على الجسم وتودي لهم الأمراض السرطان الدم، خارج كل شيء دون هذه المواد الكيماوية. الرأي الطبي يرصد التأثيرات الجانبية لاستخدام مستحضرات التجميل ذات الطابع الكيميائي. ننصح العائلات اللي يستخدموا هذو لي برودوي اللي نقالهم ادوات مواد التجميل عنهم، اولا منهم لا يتعدى ذاك تقيس بيرقاش متخصص في التجميل، ياك يعود يعطيها روايات وددو يعود ما يضر. بالنسبه لهذه الادويه اللي تنخلط وتنباع في المرصه ما هي محفوظه ولا هي مصنفه كاع من ناحيه عنها ادويه، ولا يعرف حد هي مناش معدله حقيقه. واغلبيتها بعض تعود مواد تجميل قائمة على أساس شينجل لكورتيكويد يعدلوا يسبوا عن البشرة تعود فاتحة شوي، هما خطيرين، هما المواد اللي عادوا فيهم كورتيكويد. كورتيكويد هذه مواد خطيرة للغاية، تسبب مرض سكر وتسبب أمراض جلدية وتسبب ياسر من الأمراض الأخرى، الأمراض الكلى، وتسبب ارتفاع ضغط الدم المالي. هذه أمراض خطيرة للغاية. ويبقى التحسيس بأهمية الرقابة الصحية على استهلاك مساحيق التجميل التي تدخل المواد الكيميائية في صناعتها، ونشر الوعي الثقافي بين المجتمعات بخطورتها الصحية، السبيل الأنجع للتمتع بصحة جيدة. إذن مشاهدينا الكرام، نعتذر عن هذا الخلل الفني وبث هذا العنصر الذي لا يخدم الخبر الذي ذكرت آنفا. نواصل مشاهدينا الكرام نشرتنا وستتابعون في ملفها نظافة العامة الحاجة إلى المواصلة. ازدادت المكتبات الموريتانية بإصدار جديد يحمل عنوان لمشامل الشعر الحسني وأزوان كامل لمؤلفه الأستاذ الأديب محمد فاضل والعبد الدائم. وبهذه المناسبة احتضنت قاعة الاجتماعات بإذاعة موريتانيا مساء أمس حفلا لتوقيعه على الطبعة
الجديدة لهذا الكتاب الذي أحاط في حوالي 600 صفحة بمميزات وخصائص الأدب الموريتاني الأصيل وتقنيات الموسيقى وأزوان خاصة. وفي كلمة بالمناسبة قدم مؤلف هذا الكتاب الأديب محمد فاضل والعبد الدايم إصداره مؤكدا أنه حاول أن يجمع فيه ما استطاع من التراث الموريتاني ومن الشعر الحسني، كما تطرق فيه بأسلوب تعليمي للموسيقى الشعبية، مركزا في الكتابة على الجمع بين الصور النادرة للأدباء الموريتانيين القدامى الذين كانت لهم بصمات واضحة وراسخة في سجل الثقافة الموريتانية. حضر الحفلة عدد من الأدباء والشعراء والمهتمين بالمجال من الأساتذة والباحثين. أطلق نادي البداعة للثقافة والرياضة بدار النعيم مساء أمس أطلق بطولته السنوية لكرة القدم، وتحمل هذه النسخة من التظاهرة الرياضية اسم المرحوم أحمد دول عبد العزيز، ويشارك فيها عدد من الأندية الرياضية وفرق من كرة القدم، فرق كرة القدم من شباب مقاطعة دار النعيم يتنافسون على مدى أيام على الكأس الذهبية للبداعة. وقد تميزت المباراة الأولى بحضور جمع من الشباب المهتمين بالرياضة المحلية وهواة كرة القدم. تعد سوق مدينة العيون، سوق هذه المدينة يعد قطبا اقتصاديا هاما بالنسبة للمناطق الشرقية، وذلك نظرا للعديد من الخصوصيات التجارية التي يتمتع بها هذا السوق. نتابع هذا العنصر. سوق مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي يعد من أهم أسواق المناطق الشرقية من الناحية الاقتصادية، لما يتوفر عليه من بضائع مختلفة ومتنوعة، جعلت الزائر لهذا السوق يتزود بكل ما يحتاجه من المواد الضرورية في حياته اليومية، مع ما توفره من فرص عمل في بعض الأحيان. التجارة متوفرة، مواد كاملة متوفرين فيها. سوق زين، فيه متوفر فيه الأشياء كاملين، الحركة الاقتصادية لباس، المواد خارجين واللبن متوفر معرب. سوق الله إلا السوق زين وجيد، والأعمال فيه لا متأخرة ما شاء الله الحمد لله، سعر اللازم ما شاء الله الحمد لله، زينة ما شاء الله. حركية اقتصادية هامة وحيوية هي التي تشهدها أروقة هذا السوق الذي يزود العديد من القرى والتجمعات في الولاية بالمواد الأساسية ويساهم في التخفيف من الأعباء على ساكنة هذه التجمعات. السوق يستقبل يوميا الشاحنات المحملة بأنواع البضائع القادمة من العاصمة الواكشوط، كما يعد ممرا هاما لتلك المتجهة إلى أقصى الشرق الموريتاني. محمد البديدي لقناة الموريتانية، مدينة العيون. إذن كما أسلفت قبل قليل، نظمت نقابة الصحفيين الموريتانيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين في نواكشوط دورة تكوينية حول السلامة المهنية لصالح 20 صحفيا وصحفية يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية. وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات الصحفيين وتحسيسهم حول إرشادات السلامة المهنية. مشاركا من مختلف المؤسسات الإعلامية سيستفيدون من هذه الدورة التكوينية المنظمة حول السلامة المهنية وبتعاون مشترك بين نقابة الصحفيين الموريتانيين والاتحاد الدولي للصحفيين. وتسعى الدورة إلى تحسيس الصحفيين حول المخاطر التي يمكنهم التعرض لها خلال تأديتهم لمهامهم، خاصة في مناطق النزاعات والمظاهرات، إضافة إلى تعزيز قدراتهم في هذا المجال والإرشاد إلى طرق السلامة المهنية. السلامة المهنية اليوم تطرح إشكالا كبيرا، خصوصا أنتم زملاء الصحفيين الذين تجدون أنفسكم وأنتم في مكان تغطية
في بعض الأحيان تكون هذه التغطية تحتاج إلى أن تكونوا مسلحين بمبادئ السلامة المهنية، لأنها كثيرا ما تكون في مناطق تحدث فيها احتكاكات، خصوصا المظاهرات أو الأماكن الساخنة. وبالتالي لا بد من معرفة طرق السلامة المهنية التي تمكنكم من تأدية مهامكم دون أن تتضرروا من أي ضرر كان، سواء كان تعدي جسدي أو لفظي أو حتى أن تكونوا في المكان الخطأ الذي يمكن أن يلحقكم منه ضرر جراء استخدام السلطات المكلفة بالأمن للقوة. المشاركون في الورشة التدريبية سيتلقون على مدى 3 أيام عروضا ومحاضرات يقدمها كوكبة من المدربين المختصين في هذا الميدان، تتعلق بالتخطيط والأمن الشخصي والسلامة في السفر والوعي بعبال الشغب وخطورة الأسلحة وحماية الصحفيات. تعتبر الإنترنت فضاء للتواصل وتدوين البيانات، وهي مسألة تتطلب توفير آليات وضوابط قانونية لاحترام الخصوصيات داخل هذا الفضاء التواصلي. ويعتبر قانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي عاملا مهما في دفع وتأطير مناخ الحريات العامة. الثورة الرقمية التي فرضت نفسها عبر العالم دخلت بلادنا بتفاصيلها وتحدياتها، وفي مختلف مراحل التعامل مع الوافد الجديد ظلت الأسئلة المطروحة تدور حول مدى القدرة على التوصل لما يضع حدا للاستخدامات السلبية للإنترنت، بما في ذلك عدم احترام الخصوصيات. تم وضع استراتيجية وطنية لتطوير تقنيات إعلام والاتصال على مستوى البلد، يعكف قطاعنا منذ سنوات على تنفيذها على أرض الواقع. وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية هناك جانب أساسي يتعلق بوضع مدونة قانونية تنظم المجتمع الموريتاني للمعلومات. وهكذا قدم قطاعنا منذ عدة أشهر أول قانونين في هذا المجال، تعلق الأمر بأولهما بالقانون المتعلق بالمجتمع الموريتاني للمعلومات، بينما تعلق الثاني بالجريمة السبرانية. قانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا يمثل مواصلة للأهداف التي تؤمن السلوك المدني، وذلك في إطار تعزيز الترسانة القانونية المنظمة للمجتمع الموريتاني للمعلومات. صادقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالبيانات ذات الطابع الشخصي، ويأتي هذا القانون في إطار تكملة وتعزيز الترسانة القانونية المنظمة للمجتمع الموريتاني للمعلومات. ويهدف هذا القانون إلى حماية الحياة الشخصية للأفراد وحماية الأمن العمومي وضمان صون سرية الحياة الخاصة للأفراد. وسيكون في إطار هذا القانون إنشاء السلطة الوطنية لحماية سرية البيانات الشخصية للأفراد. المتابعون يرون أن ضمان صون سرية الحياة الخاصة للأفراد يتطلب جهودا مضاعفة وتعاونا كاملا من قبل الجميع. انتشار الأوساخ والكمامات على الطريق وبين الشوارع يشكل مظهرا سلبيا لا يليق بالمدينة، كما يؤثر على صحة سكان هذه المناطق، مما يتطلب تدخل الجهات المعنية لنقل هذه الكمامة إلى المكبات المخصصة لها والمحافظة على نظافة العاصمة. رمي النفايات والأوساخ تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، أحياء بكاملها داخل العاصمة نواكشوط ما تزال تواجه كتل القمامة والأوساخ المنتشرة في مناطق جغرافية عديدة رغم الجهود المتواصلة لعمال الشركات التنظيف العاملة في هذا المجال. شوارع تتحول إلى مصبات ومكبات لهذه النفايات، وسيارات يحاول أصحابها التعامل مع هذا المشهد
وضعية جعلت تكاتف الجهود بين الجهات المعنية أمرا حتميا لمواصلة حملات التنظيف التي حققت في الماضي نتائج معتبرة بدأت في التراجع، وأصبح من الضروري القيام بإجراءات إضافية، فنظافة المدينة تمثل واجبا وطنيا يشترك فيه وعي المواطن وإرادة الجهات الوصية. حتى الآن تمت الوضعية على تتابع المؤسسات المسؤولة عن النظافة في مجموعة بشوط. نعرض الوضعية إلى المؤسسات جديدة على الميدان، ولمدة 6 أشهر فقط بدأت العمل، نظرا لامتداد مواكشوط وعدم مشاركة المواطنين مشاركة إيجابية بين النظافة، لا تكون بدون المواطنين، ولكن نرجو أن المؤسسات التي سنت لها المواطنين أن تحسن وضعيتها مستقبلا، وأن اللجان على مستوى المقاطعة التي تمثل فيها المجموعة الحضرية واللجان على مستوى الولاية التي تتابع العمل يوميا أن تقوم بعملها ويتم تحسين العمل بعض يوم بعد يوم لكي تكون تعود المواكشوط إلى وضعيتها التي سلمتها بها المجموعة الحضرية للخصوصيين التي كان من نظر الجميع مرضية وفي مستوى مقبول لدى الجميع. ساهمت جملة من العوامل بشكل فعلي في انتشار هذه القمامات في بعض مقاطعات واكشوط، ولا شك أن الإجراءات المتبعة لنقل هذه القمامات من مكباتها العشوائية إلى مراكز أخرى تكون في الغالب خارج المدينة ما تزال تواجه تحديات مختلفة تتطلب في الدرجة الأولى توعية المواطن حول التعامل مع النظافة واحترامه للمكبات الرئيسية المخصصة للقمامات للحد من انتشار هذه الظاهرة السيئة في مجتمعنا. نعانوا فعلا من هذه الأوساخ، جو واحدين هون عقبة ليلين نقعدوا هنا مقابلين، جو واحدين عقبة ليلين الرابعة الخامسة في الليل يكبوا هنا هنا تعيل الشباب معاه ما خلوا يكبوا هنا، وأولادنا يصبحوا مبشرين وشر المدارس هم يصبحوا لهم باليت. المسؤولية هنا على المواطن، الدولة متعاملة مع شرايك، شرايك قائمة بعملها تدي على أحسن وجه، عيات تجينا مرتين يوميا، عيات تجينا أول نهار عيات تجينا عقب نهار، قام عليهم قبول حملات تنظيف وتعاقد مع الشرايك اللي هو يغير فهم تقصير كبير، ويالت الجهات المعنية تبادر في القضية اللي تحل المشاكل الوسخ ضرر منها. دور المواطن يارتو يقوم بالتوعية بالنسبة له الخاصة، يحافظ على نظافته ويحافظ على نظافة مكانه، ديارة المواطن لين يسكن البلو يقبض الوساخ اللي نتاج عن الوساخ يديروا الله بلد منه، عينوا الشرائك والشات معنية، عينوا البلاس اللي يكب فيهم. لا الشعب لكن اللي بيخش في حانه وتشتري الشاري منه ويزرقه ومعاونة ما تجي من جهة واحدة أو بدأ من مدى التعاون كاملة وتتحد، وكل بلاسة عندها مكب وكل بلاسة عندها وقت توقف عندها، كل بلاصة عندها نقطة وقت الشعب يجيك النقطة بسبب إنه ساخن. لا الناس ما هي معاونة، صاحب الوتة ما هو معاون، صاحب البوتيك ما هو معاون، صاحب الدار ما هو معاون. طلاب لها دور مهم، سبب وجود الوساخ اليوم لا عدم تعاون المواطنين على النظافة، لأن كان كل مواطن مثلا لا يشارع ينظفوا ويجمعوا ويديروا في الحاوية ويعاون العمال اللي يشتغلوا في النظافة، ما تجد هناك أوساخ ولا هناك قمام. تشرف شركات التنظيف العاملة في مقاطعة العاصمة على حملات مستمرة وتوفر طواقم بشرية تعمل باستمرار على نقل هذه القمامات وتجميعها في نقاط محددة، لكنها تواجه صعوبات متشعبة، ويؤكد القائمون عليها أن تنمية الشعور بالوطن والإحساس بالمسؤولية لدى المواطن عوامل لا بد منها للحد من انتشار هذه الظاهرة في مقاطعة واكشوط. مؤسسات وطنية معدلة عملها على أحسن ما يرى، إلا أن العائق الوحيد المزال والعائق الكبير اللي لما تغير ما لا يجد تخلق نتيجة ذلك معتبرة هو عقلية المواطن من نفسه، لأن عقلية المواطن من نفسه مثلت ذلك العقلية البدوية اللي مباليت لا يسرقها بل مين بغى يسرقها فيه، بينما مباليت ما عندها بليدات خاصة حد اليوم باقي يعاون بلده ويعاون مقاطعته ويسقى البيت ويسقى يلا يسقى الحي ويسقى البيت ويسقى يعني البيت ويسقى الحي ويسقى المبديه ولا بشي ما سقله ويلا يساهم ومساهم اللي بسيطه حد مشى وقاس حد من المؤسسات ونعت البلمي وطرح فيه مباليت وجات وقلعته هذا معناه انه ساهم، حد قبض مباليت ودارها بسقيبه وطرحها على 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 الشارع وجات بيته وقبضها معناه انه ساهم، معناه المساهمه بسيطه لازم على المواطن انفسهم يعاون في القضيه. الدوله اللي قد تعدل حشدت جميع طاقاتها في الروايه دي والمجموعه الحضريه عدلتها والمؤسسات دارت جميع الامكانيات تشتغل من الثامنه إنين تقريبا الرابعه ومن السادسه إنين الواحده والثنتين في الليل هذا يوميا، وكل نقطه تنقبض مرتين النهار على الاقل. احنا بالنسبه لنا العمل قسمناه قسمين، في العمل
في العمل اليومي، يعني العمل أثناء النهار، وفي العمل مسائي. العمل اليومي يبدأ مع ساعات الدوام الصباحية، يبدأ من 8 مع الصباح حتى 4. في هذا العمل له احنا حزنا من اجل القيام بهذا العمل له، احنا قمنا بالتقسيم المقاطعة على 5 قطاعات. العمل المسائي يشمل الاسواق، تبدأ تقريبا من 7 الدحميسي لين تعود 2:30 الصباح. احنا هذه نقاط هنا في المقاطعة هون فيها البليدات اللي نقلعهم مرتين للنهار، ينقلعوا مع اول النهار ويرجع لهم في الليل، واللي ينقلعوا وبين بين وتيرتين عيت من مرات فيها نقاط اللي ترجع تقول هذه ما انقلعت صح، وفيها اللي اصبح ملاحظ على ان العمليه اعطت اكلها، اعطت نتيجه صح. تنظيف واكشوط رهان يجري العمل على كسبه رغم التحديات، فالتوسع العمراني لهذه المدينة والزيادة السكانية التي شهدتها في السنوات الأخيرة جعل تكامل الجهود بين الفاعلين الجمعويين المهتمين بالشأن أمرا حتميا من أجل مدينة نظيفة. ليبقى الأمل معقودا على أهمية النظافة باعتبارها وسيلة أساسية لا غنى عنها لإعطاء الوجه اللائق لعاصمة البلاد المركزية. ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. الوحدة 3 والأخيرة من الحرس الوطني تعود إلى أرض الوطن بعد مشاركتها في قوة حفظ السلام الأممية بالكوت ديفوار. اختتام النسخة 6 من مهرجان تير زامور الثقافي في مقاطعة بيرمغرين. تابعتم في ملف النشرة النظافة العامة الحاجة إلى المواصلة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نعود لنلقاكم في نشرة إخبارية أخيرة لهذا اليوم عند منتصف الليل. إلى اللقاء. اكتشفوا باس كونفور لموريتيل، راحة وحرية أكثر لتصفح الإنترنت اللامحدود. استفيدوا حاليا من زيادة 100% خلال عطلة الأسبوع على باس كونفور. اتصلوا على